الرحمن الرحيم أبناء الطلاب، نكمل محاضرات الكلينيكال كيمستري أو الكيمياء الطبية الإكلينيكية الجزء الثاني. الليبيدز، إحنا في الليبيدز. الدهون، يعني إيه الليبيدز؟ الليبيدز دي عبارة عن مركب ده are essential in the body tissue، له أهمية عظيمة في الجسم، أنسجة الجسم ال body tissues، and play a vital role in all aspects of life، وبيلعب دور رئيسي وحيوي في حياتنا كلها. من خلال ايه؟ ان هو بيشتغل كانه هرمونز، يعني مش الليبيد بقى نفسها، المنتجات بتاعه الليبيدز، لان انتوا عارفين الليبيدز انواع الليبيدز ايه. فمن ضمن الانواع جزء بيشتغل كهرمونز، ومش بس هرمونز، وهرمونز بريكيرسر كمان، يعني في جزء خلاص بقى اسمه هرمون بيشتغل كهرمون، وفي اجزاء تانية بتساعد في تكوين ايه الهرمونز. الايدنج ان دايجيشن بيساعد في الهضم طبعا، الدهون ليها دور كبير جدا في عملية الدايجيشن، المنتجات اللي بتطلع منها. بروفايدنج ا سورس اوف ميتابوليك فول، طاقة، مش بس الجلايكوليسيس بس او الجلوكوز بيلعب او الكربوهيدرات بتديك طاقة، لا، الطاقة بتاعت الدهون بتبقى اقوى كمان. acting as a functional and structural component in cell membrane، جدار الخلية، اي جدار خلية عندنا معظم تكوينها من الليبيدز. forming insulation insulator تحت الجلد، بتلاقي طبقة دهنية ليه؟ لأن ده العازل بتاعك، سواء الجو حار أو سواء الجو بارد، فانسيوليتر عازل. عشان كده الليبيدز نتيجة أهميتها في الجسم بتاعنا كان لازم نعرف أنواعها، سواء سيمبل سواء كومباوند سواء ديريفيتيفز، يعني سواء كانت بسيطة دهون بسيطة، ولا أشركناها مع مركب آخر بقت كومباوند زي الجلايكوليبيد، ولو أشركناها مع إيه؟ مع الكربوهيدرات، لو أشركناها مع البروتين يبقى لايبوبروتين، تمام؟ فبالتالي انواعها مهمه جدا، عشان كده احنا بنتطرق ليها ونقيسها، نعرفها ونبدا نقيسها بجسمنا. ليه؟ علشان ناخد بالنا مين هو الجد المناسب لينا وننميه، ومين هو الباد اللي هو مزعج وبيعمل امراض مننا لينا احنا، وايه ونحاول ان احنا يا يعني نمنعه كوقاية، يا إما إيه؟ نعالجه. طيب، إحنا هنخش على طول على مركب مهم جدا من الليبيدز وهو الكوليسترول. الكوليسترول زي ما انتم شايفينه كده، ادي سايكل A، سايكل B، سايكل C، سايكل D، ادي سايكل كمان اهي كمان، وشوف في كام كربون اتوم، 27 كربون اتوم. يا ده مركب كبير مش سهل، يعني مولكولار فورمولا بتاعت الكوليسترول C27، 27 كربون و45 هيدروجين، 45 وهيدروكسيل جروب، الاستراكشر ده بتاع الكوليسترول.
ميتابوليزم اند كلينيكال سيجنيفيكانس. احنا بنهتم بالكوليسترول وبرضه بأزر ليبي أزر كومباوند ليبيدز، لان بتلعب دور كبير جدا في حدوث امراض لينا وليها اهميه طبيه. ما احنا بناخد الكلينيكال كيمستري اوف ميديكال امبورتنس، بندرس الكيمياء اللي ليها اهميه طبيه، مش كل الكيمياء احنا ندرسها، لا هناخد الاجزاء اللي ليها اهميه طبيه. الميتابوليزم والكلينيكال سيجنيفيكانس بتاع الكوليسترول، نقول الكوليسترول عباره عن ايه؟ از ا سوليد الكحول، تمام، في مشتق في منتج من الالكحول موجود جواه، وفي هاي مولكيول ويت، المولكيولر ويت الجزء بتاعه عالي لايك اذر ستيرويد استيرولز. تبصس ذا تترا سايكليك بير هيدرو سايكلو بنتا انوفي نيسرين سكيلتون. شوف هذا كله، كل ده الكلمه اللي انا قلتها، الكلمه دي دي كلها النطق بتاع الاستراكشر ده بتاع الكوليسترول. الكوليسترول is the initial starting point in many metabolic pathway including، ده بيعتبر اول خطوة في تكوين الفيتامين دي عشان يكون فيتامين دي، وبيخش كمان في الاستيرويد هرمونز والبايل اسيد سينسيس وايه العصارة الصفراوية في الكبد. ده الميتابوليزم والكلينيكال سيجنيفيكانس، العنوان ده الميتابوليزم وكلينيكال سيجنيفيكانس. انا هنا مش بشرح لك الباس واي بتاع التمثيل الغذائي بتاعه، انا بجيب لك الخلاصه ان هو بيخش في تركيبات ايه واهميته الطبيه في ايه. الكوليسترول كمان اولزو الكوليسترول انتر ذا بودي فروم ذا دايت. الكوليسترول اللي عندك في جسمك ليه مصدرين، يا اما الاكل يا اما بيتصنع من الداخل. من الاكل يبقى اوكسجينس اكس يعني خارجي، بتاكل الاكل في الاخر بتوصل لمرحله ان انت بتخرج منه الكوليسترول وتستخدمه، او اندجينس من الاسيتيت اثنين اسيتايل كو اي بيبداوا يمشي في الباسوي لحد ما يديله الكوليسترول. ماشي. وطبعا الزول كوليسترول انتر ذا بودي فروم الدايت، ات از اولسو سينثسايز اندوجينسلي باي ايه ذا ليفر. طبعا الكبد هنا العنصر الاساسي في تصنيع الكوليسترول، ولذلك لو في مشكله في الكبد تاثر لي على الكوليسترول وباقي المنتجات بتاعته، وبيتصنع من الاسيتيت. يبقى يا اما بيتاخد من الدايت ده اوكسوجينس، يا اما اندوجينس ان هو بيتصنع فين؟ بيتصنع في الكبد بايه؟ بواسطه الليفر. ماشي. فروم ايه؟ اسيتيت. وانس سنسيتايزد بمجرد ما يتخلق الكوليسترول ريليز ذا انتو ذا سيركيوليشن فور ترانسبورت ان كومباينيشن ويز سبيسيفيك ابو لايبوبروتين. اول ما بيتخلق بيروح الكبد مخلله على طول منه مع بروتين متحد، بروتين بنسميه ابو لايبوبروتين، عشان كده بنسميه لايبوبروتين. طيب يبقى احنا في الميتابوليزم بتاع الكوليسترول تطرقنا لنقاط، النقاط دي مهمه ليه؟ انا ممكن اشرح لك كمية كبيرة عن الكوليسترول وتلاقي مخك في الاخر فاضي ما حصلتش حاجة، لكن لما انا ادي لك نقاط اساسية زي دي
لكن اما انا اديك نقاط اساسيه زي دي هيسهل عليك حفظها. الميتابوليزم يبقى انت بتهتم، هو التمثيل الغذائي ممكن يدي ايه؟ فيتامين دي وستيرويد هرمون والبايل سينسز. والميتابوليزم هو بيتصنع بايه؟ ممكن يكون اكسوجينس من الدايت، من الاكل، ماشي، وممكن يكون بيتصنع ايه؟ مش ممكن، وكمان بيتصنع داخلي من ايه؟ في الكبد. يبقى المصادر بتاعت الكوليسترول يا اما خارجيه من الاكل يا اما بيتصنع داخليا ايه؟ في الكبد. ومجرد ما الكوليسترول بيتصنع على طول بيطلع من الكبد محطوط جوه ايه؟ جوه بروتين، لانه استحاله هيقدر يمشي في الدم الا ما يكون متغطي ايه؟ بالبروتين. ولما يتغطى بالبروتين بنسميه ايه؟ لايبوبروتين، عشان هو كليبيد داخل فيه، وبيكون كمان متغطي ب الابو، هنا بنسميه ابو لايبوبروتين، يعني في ابو لايبوبروتين بيكون مغطي فبنسميه ايه؟ لايبوبروتين. طيب لو بصينا على الرسمه دي، لو بصينا على الرسمة دي، الرسمة دي مش عندك هي في الكتاب، ولكن بتوضح لك الاكسجينس باسوي ازاي احنا بنصنع الكوليسترول في الكبد، وكمان في الاندوجينس باسوي، في عندي اكسجينس باسوي اندوجينس باسوي، ازاي الكوليسترول بيجي لك جوه الكبد، وازاي الكبد يخرجه، وازاي الكبد يمسكه في التصنيع. الجزء ده ادي الدياتري فات، لو انت بصيت على الميتابوليزم او التمثيل الغذائي بالنسبه للليبيد، ادي اوكسجينس باسوي الدياتري فات اكلتها عدت من الاستومك نزلت من الانتستين، لما نزلت في الانتستين في الامعاء الفات ايه اللي هيحصل له؟ الفات هيتحلل، هيبقى عندي دهون، عندي فاتي اسيدز وكوليسترول تريجليسرايد ومشتقات اخرى بقت في الامعاء. طيب انا ينفع ادخلها جوه الامعاء؟ ينفع. عشان ادخلها جوه الامعاء لازم تتحط جوه مركب او جوه عربيه. فلما بتركب داخل العربيه او المركب تركب ايه؟ تتحط بروتين. البروتين ده بنسميه اي بي ابو بروتين 48. ابو بروتين كام؟ 48. لما تركب جواه بقى اسمه ايه؟ كايلو مايكرو. كايلو ايه؟ كايلو مايكرو. فالكايلو مايكرونز دي تروح على طول مسموح لها ان هي تخش جوه خلايا ايه؟ خلايا الامعاء.
ندخلها ايه جوه خلايا ايه الامعاء. لما تخش جوه خلايا الامعاء هتبدا تمتص، عايز توصل للدم للكابيلاريز. ما تخشش على طول. ليه؟ لانها كبيره ما تقدرش تخش الايه الاوعيه الدمويه مباشره، لان البورز بتاعتها بتاعت الاوعيه الدمويه صغيره، فلازم تخش عن طريق ايه الليمف وتطلع على الثراسك داكت، انابيب موجوده بتاعت الليمف، لحد ما توصل لايه، لحد ما توصل الاوعيه الدمويه. بعد ما توصل الاوعيه الدمويه الكايلو مايكرونز دي تتحول الى ريمننت من الكايلو مايكرونز، هيبقى موجود عليها البروتين، البروتين دوت بالاضافه لبي 48 اي بي ابو لايبو بروتين اي. ليه ريسبتور على الكبد؟ يبدا يخش في الكبد ويبدا هنا اهو لحد ما يديني ايه الدياتري كوليسترول جوه. ده لو كان الطريقه بتاعت الاندوجينس، تخليق الكوليسترول اندوجينس. طب ولو كان قصدي اكسوجينس، معلش سوري اكسوجينس، لو كان من الاكل من بره الاكسوجينس خارج. طب لو كان اندوجينس، الاندوجينس في حاجة اسمها اكسترا هيباتيك سيركوليشن. اكسترا ايه؟ هيباتيك سيركوليشن. الاكسترا هيباتيك سيركوليشن دي ماشي، من خلالها بتمشي في منظومة لحد ما تديني الاندوجينس كوليسترول. من هنا يبدأ اعرف الايه التمثيل الغذائي بالنسبه لايه للكوليسترول. دي كانت نبذه عن ايه عن الميتابوليزم بتاع الكوليسترول. هاي ده هو الكوليسترول من ده بالنسبه للاندوجينس اسيتايل كو اي، ويبدا يخش لي في تفاعلات الكيميائيه لحد ما يديني الكوليسترول. الكوليسترول ده بينشق بيطلع منه ايه؟ بيديني البايل اسيدز اللي بتتحوش في الحصاله المراريه، وبيديلي كمان الاسترويد، وبيخش كمان في التركيب بتاع ايه السيل ميمبرين او جدار ايه الخليه. دي نبذه عن الكوليسترول اهو. ادي الميتابوليك فيت اوف كوليسترول، الكونفرتنج كومباوند بيتحول من اسيتايل كول الكوليسترول ويدي الاسترويد هرمون، ويدي الاسترويد اللي هي التستوستيرون والاستروجين بروجسترون قلت كنت كنت، وبيدي بفيتامين بي 3 ده، وبيديني بايل ايه بايل سولتس. ده الكوليسترول والنوزه بتاعته، ونكمل المحاضره الجايه.